يقولون السلام عليكم. في رمضان تختلف عادات الشعوب في استقبالهم والاحتفال فيه. من العادات الغريبة في رمضان يقولون في باكستان اشتهرت هالعادة الرمضانية، وهي أنهم يسوون عرس يجمعون فيها الأطفال اللي يصومون أول مرة عشان يشجعونهم على الاستمرار. وتشتهر باكستان عادة غريبة ثانية، وهي مسابقة البيض المسلوق. هذه يسوونها في طيلة ليالي رمضان، وفكرتها أن يمسك واحد من المتسابقين الشباب بيضة مسلوقة ويضرب فيها البيضة الثانية اللي تكون بيد خصمه، ولازم تنكسر البيضة اللي بيد الخصم عشان يتأهل. في عادة اشتهر فيها الشعب الموريتاني، وهي أنهم يقرون القرآن الكريم كله في ليلة واحدة، ويقولون بعد أن هالعادة تستمر معهم لنهاية الشهر. وفي إندونيسيا يقولون أن الحكومة تستقبل رمضان بمنح إجازة للطلاب في الأسبوع الأول من الشهر عشان يتعودون على الصيام. يقولون